وانا شايف ان النهارده كمان في الخبر اللي هقوله لحضراتكم، النادي الاهلي بيخطو خطوات على الشكل الاحترافي، على المستقبل. النهارده كان في يعني كان في خبر حلو قوي قبل ما اقوله لحضراتكم، لازم تعرفوا ان تكوين شخصيه اللاعب النجم ولاعب مستقبل يكون متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي ليها مواصفات. المواصفات ديت ما بتبداش واللعيب عنده 20 21 22 سنه، هذه المواصفات لازم تتزرع في هذا اللاعب وهو عنده 12 13 سنه يمكن كمان اقل من كده. فبالتالي النهارده شيء مهم جدا ان يكون في مثلث، هذا المثلث يضم النادي، الاسره او البيت، وكمان المدرسه، هم دول الثلاث اضلاع اللي الناس بره في الاكاديميات العالميه بيشتغلوا عليهم بشكل مباشر جدا. النهارده قطاع الناشئين في حقيقه في النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب مهتم جدا جدا بهذا القطاع، والنهارده الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومعاه مايكل بروكيتش ده المدير الفني طبعا لقطاع الناشئين، عملوا محاضره مع اولياء الامور. هيقول لك مال اولياء الامور، اولياء الامور ده شيء مهم جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم، البيت هو العامل يمكن الاهم كمان من النادي في تكوين شخصيه البطل. النهارده طبعا لاعبي فريق البراعم بالنادي الاهلي كان في مع اولياء الامور كان في حديث ايجابي جدا على بعض، زي طبعا شايفين على الشاشه ده كان في محاضره، وانا يعني من خلال يعني الحمد لله من خلال كمان دراساتي واللايسنس اللي حصلنا عليها كمان قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيمشوا بخطوات احترافيه كبيره جدا جدا. يمكن بروكيتش عمل محاضره مع اولياء الامور، واختصار المحاضره ديت انه بيقول لك دور اولياء الامور مهم جدا جدا في قطاع الناشئين، مهم جدا ان الاب، وانا شفت ده بعينيا، ان الاب كمان لازم يبقى سبورت للولد الصغير، يشيل الضغوط من عليه، يقول له انت رايح النادي عشان تتعلم حاجه، عشان تعمل حاجه بتحبها. بعض اولياء الامور بتضغط شويه على الولد وبتطالبه بحاجات يمكن الولد مش مؤهل حتى على المستوى النفسي او المستوى البدني انه يعملها، فالبوش بتاع اولياء الامور ده ساعات بيبقى ضرر للولد. النهارده بروكيتش شرح ده لاولياء الامور ان كيفيه التعامل مع المراحل السنيه، الولد اللي عنده 10 سنين غير الولد عنده 14 غير اللي عنده 18، كل دوت مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم ان البيت مهم جدا لبناء الشخصيه، لانك ما بتلعبش في نادي قليل، بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. مهم جدا في البيت، مهم كمان على النواحي التكتيكيه ده طبعا في النادي وعلى مستوى الدراسه. فالنهارده كمان كابتن خالد بيبو قال ان المحاضره هدفت كيفيه التعامل زي ما بقول لحضراتكم مع اللاعبين، مش بس اثناء الدوري، مش اثناء المسابقات، لا كمان مهم جدا اثناء الاجازات. حضراتكم عارفين واحنا عارفين الاهالي والولاد اثناء الاجازات بيخرجوا شويه، السهر، الاكل بيكون زياده شويه، كمان مستوى اللعيب لازم على مستوى السنه كلها، وده دور مهم جدا كابتن خالد بيبو يمكن شرحه لاولياء الامور ان هم كمان يخلي بالهم من ولادهم اثناء عدم وجود دوري او في الاجازات. عايز اقول لكم ان الخبر ده بالنسبه لي خبر سعيد جدا، ان النادي الاهلي فعلا يعني شغال نفس وتيره الفرق الكبيره، الاكاديميات الكبيره في اوروبا كلها بتشتغل على ده، وانا عشته ان مهم جدا المثلث اللي قلت لحضراتكم، المنزل والنادي والمدرسه، ده شيء مهم جدا. والنادي الاهلي كمان زي ما بقول لك يا سهام، يمكن من سنوات مش بعيده كان قطاع الناشئين الى حد ما لا يدار بشكل احترافي. النهارده مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب، بروكيتش موجود، كابتن خالد بيبو موجود، بيحطوا اساس اعتقد مهم جدا، واحنا هنحس بيه وجماهير النادي الاهلي هتحس بيه، مش هقول لك السنه الجايه ولا بعديها، يمكن خلال 3 4 سنين اللي جايين او 5 سنين هنلاقي ان شاء الله عندنا قاعده كبيره جدا جدا، وده هدف قطاع الناشئين بشكل كبير. يعني الهدف من اللي حصل النهارده بيتحط تحت مفهوم التواصل، التواصل ما بين اولياء الامور والنادي، لان انت النهارده بتلعب في النادي باي شكل بقى، بتلعب في الناشئين، بتلعب في الشباب، بتلعب في اي مكان، بتلعب في اي قطاع، النهارده لازم يكون في تواصل على كل المستويات. والنهارده الحقيقه يمكن دي حاجه بتورينا قد ايه النادي الاهلي حريص على انه يثقف ابنائه اللعيبه الصغيرين، ازاي النهارده بيتم العمل على تنشئتهم نفسيا، ودي اهم حاجه، ودايما هنا بنكرر الكلمه دي، التعامل النفسي، التعامل للنفسي قبل البدني، فده اللي بيكسبهم بالتالي أساسيات ومهارات كرة القدم.